السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم هنعمل بقى الغدا مع بعض كده وهنحضر شويه حاجات كده وهنقول كام نصيحه كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم قبل ما نبدا الفيديو لسه ما اشتركتيش اشترك في القناه وحطي لايك على الفيديو ويلا بينا نبتدي اول حاجه كده كان عندي زبده دم بالليل يعني كنت جايبه قالب زبده كده وبدات ان انا اقطعه ده انا جايبه الحلويات بس يعني الحلويات ممكن البشاميل مثلا لو حابه ان انا اعمل حاجه يعني زي الكيكه او كده باخد من الزبده طبعا انا عامله سمنه بلدي اللي انا لسه عاملاها معاكم اللي ما الفيديو يشوفه هتستفيدوا منه والله العظيم السمنه زي البلدي بالظبط واوفر كتير طبعا من السمنه النباتي ومن السمنه البلدي يعني اللي هي اللي انا عملتها بالدهن فدي بخليها للطبيخ والزبده دي بخليها لو هعمل كيكه مثلا هعمل بشاميل محتاجه حاجه يعني آه ما ينفعش فيها الدهن فباخد من الزبده فبحب ان انا اول ما اجيبها كده اقطعها مكعبات واحطها في العلبه عايزه اقول لكم ان هي سعرها بقى ضيف والله العظيم يعني ده من شهر بس كان ممكن يجيب اتنين قالب مش قالب واحد يعني انا كنت بجيب كريستال او جنة انا كنت بحب استخدم جنة بس ما لقيتهاش لما اشتريت ده كنت بجيب جنة كانت بخمسة واربعين بخمسة 35 في الاول بعد كده بقت لغاية ما وصلت لاربعين دلوقتي بسبعة وسبعين جنيه يعني انا جايبة كريستال دي كنت جايبها بسبعين جنيه والله العظيم يعني ربنا يرحمنا الناس ماشية في الشارع تكلم نفسها من الاسعار يعني الواحد مش عارف يعمل ايه ربنا يرحمنا المهم هنعمل ايه النهارده هعمل محشي وهعمل فراخ وهعمل كمان شوربه لسان عصفور وكان عندي رز متبقي يعني قبلها بيوم فعملت عملت عشان الرز كده شويه بسله عشان الرز يتاكل طبعا هتقولي لي ليه عملت محشي طالما عندك رز انا كان في حد يعني جاي هيتغدى معانا فزودت المحشي وقلت يعني الرز يتاكل برضه عشان ما يترميش جنب المحشي يعني مش هيخسر فالمهم كده بدات اول حاجه حطيت حله على البوتاجاز كده وبدات ان انا احط فيها معلقه من السمنه اللي احنا عاملينها دي اللي انا لسه بقول لكم عليها وهنزل عليها شوية زيت صغيرين طبعا الزيت شمة كده نحطها في الحلة يدوب شمة كده هي دوب تخلي الحلة بس أول حاجة ما تلزقش فيها حاجة اللي هنحطها بالأسعار الحلوة اللي احنا فيها دي يعني المهم غسل الفراخ كويس جدا انا غسلتها معاكم قبل كده كذا مره بغسلها بالدقيق والليمون والملح والخل وبنقعها شويه كده وبحط ايدي ما بين الجلد واللحم كده عشان لو في اي زفلطه او اي حاجه تعمل زفاره بنضفها كويس بدات كده ان انا اشوح الفراخ وحطيت عليها ورق لوري وبصلايه وطماطمايه ونص معلقه من بهارات الفراخ وفلفل اسود وملح بدات كده ان انا اشوحها بحب ان انا اشوحها كده لما اكون عايزه شوربه دسمه بحب ان انا اشوح الفراخ كده بتديني شوربه حلوه طبعا عشان انا هعمل محشي فعايزه الشوربه تبقى حلوه يعني عشان تبقى حلوه في المحشي بس لما تيجي تشوحي الفراخ زي كده عشان الجلد ما يلزقش منك ويتقطع وانت بتشوحيها ما تنزليش بالناحيه اللي فيها الجلد يعني خلي الجلد لفوق والناحيه اللي فيها اللحمه من تحت مش هتلزق منك كده الجلد هيبقى من فوق فمش هياخد الصدمه ومش هيتحرق يعني مش هيتلسع منك المهم هشوحها كده شويه زي ما انتم شايفين بسخن ميه في الكتل عشان انزل عليها بميه سخنه تغلي على طول بصوا بقى الصوص اللي تحت ده اللي بوريه لكم يعني الصوص المكرمل ده من تحت من البصل والبهارات والله العظيم بيعمل شويه شوربه ولا ريحه بقى وانت بتشوحي وكمان انا كنت حاطه معاهم فصين توم يعني جبت فصين توم تخان كده شويه وقطعتهم وحطيتهم مع البصل خلاص كده نزلت بالميه المغليه وطبعا هسخن ميه تاني عشان تبقى الشوربه مغطيه الفراخ كويس يعني وهكملها بص بقى شكل الشوربه يعني لسه ما غليتش وما استوتش بصوا شكل الشوربه عامل ازاي ولا طلعت زفاره ولا طلعت اي حاجه طبعا غسل الفراخ ومنضفاها ومخليها زي الفل فمش هتطلع يعني الرغاوي اللي احنا بنشيلها من على الوش دي ولا حاجه خلاص هسيبها بقى تغلي كده وهزود لها الشوربه بتاعتها واسيبها على جنب بقى واكمل باقي الاكل جبت حل بقى تانية هنا كده هبدا اعمل الخلطه بتاعه المحشي او التقليه بتاعه المحشي حطيت معلقه من السمنه برضو اللي احنا عاملينها مع بعض عايز اقول لكم بقى في المحاشي وفي الطبيخ والله العظيم تحفه طشه ملوخيه طشه اي حاجه بتخلي الاكل طعمه رهيب فحطيت كده ثلاث بصلات كده متوسطين والبصل برضو غير البصل ب 10 جنيه الكيلو يعني مش عارف الواحد يقول ايه على الاسعار دي يعني ربنا يرحمنا والله العظيم عايزه اقول لكم بقى النصيحه اللي انا كنت هقول لكم عليها في اول الفيديو قلت لكم شويه نصايح كده بصراحه انا عن نفسي هعمل بيها يعني انا هعمل كده و... ولازم كلنا نعمل كده يعني في الظروف اللي احنا فيها دي لازم كلنا نعمل كده اللي هو ايه بقى يعني انا دلوقتي جوز الهند مثلا وجلاش كنافه سوداني الحاجات دي كلها موجوده عند اللي هي جوز الهند والسوداني والحاجات دي موجوده عند المحلات اللي هي بتاعت خامات الحلويات والكنافه والجلاش موجودين برضو طول السنه عند البائعين يعني اللي هم بيقفوا في الشارع او محلات او كده برضو موجودين طول السنه مش في رمضان بس خلاص الفيديو شغال معاكم انتوا شايفين ايه اللي بيتعمل اه وانا بتكلم يعني عشان بس اكمل لكم اللي عايزه اقوله فالحاجات دي موجوده طول السنه بس مش عليها اقبال كتير زي في رمضان زي ما بيكون عليها اقبال في رمضان في رمضان هتبقى يعني مثلا الحاجه اللي بعشرة ممكن تبقى خمستاشر وبعشرين كمان يعني احنا دلوقتي الاسعار عامله كده اما في رمضان بقى اللي هو يعتبر موسم الاكل الناس بتحب يعني العزومات بقى بتكتر والاكل كتير والحلويات ومش عارفه ايه ف يعني الحاجات دي بتبقى غاليه في رمضان بس موجوده طول السنه فلو عرفتي مثلا تجيبي مثلا ب 10 جنيه جوز هند وتشيليه على حسب بقى انت الفلوس اللي معاكي او على حسب انت استخدامك قد ايه الحاجات دي يعني شويه سوداني مثلا 2 كيلو كنافه وتشيليهم لفتين جلاش او ثلاثه وتشيليهم على جنب انت هتجيبي تاني طبعا هم مش هيكفوا الشهر كله بس حاجه يعني تشيل من عليك شويه وتخفف عليك عبء شويه في رمضان آه يعني الدي بتاع البسبوسة برضو موجود دلوقتي ممكن يبقى غالي في رمضان ممكن يوصل لعشرين جنيه لو عرفت تجيبي نص كيلو سمنة مثلا تشيليه على جنب آه تجيبي سكر من بتاع التومين يعني انا نويت ان شاء الله ان انا السكر بتاع التومين طبعا انا بعمل شوربة سمنة عصفور دلوقتي زي ما انتوا شايفين آه السكر بتاع التومين لما كنت عند الراجل قلت له مثلا انا عايزة انا ليا مثلا اربعة كيلو وانا عايزة ستة فقال لي هتدفعي الفرع هتدفعي عشرين جنيه حق الاتنين كيلو الكيلو بره في اي سوبر ماركت بكام بتمنتاشر جنيه طب ما انا ادفع ال جنيه عند عند التومين واجيب سكر بتاع التومين مش هنقول بقى غامق ولا مش غامق زي ما يكون هنستخدمه يعني احنا في الظروف اللي احنا فيها دي اي حاجه هنستخدمها والله العظيم لان الموقف بقى يعني فوق احتمال البشر يعني او فوق احتمال البشر يعني ما فاي حاجه هنستخدمها مش هنقول لا على حاجه ممكن تخلي الكيلو لونه فاتح بس على جنب للكيكه ان الكيكات السكر الغامق بيغمقها وبيبوظها يعني فقلت ان انا هجيب السكر من بتاع التومين يعني ادفع له مثلا الفرق واخد ممكن باكتة مثلا في التومين بتاع شهر اتنين اللي جاي ده ان شاء الله يعني في واحد اتنين اجيب مثلا باكتة سكر وادفع له الخمسين جنيه الفرق خمسة انا يعني في التومين بتاعي وادفع له الخمسة التانيين حقهم خمسين جنيه بس اوفر من ان انا اجيبه من بره الكيلو بتمنتاشر جنيه فوالله العظيم بجد يعني اعملوا الموضوع ده تجيب مثلا جوز هند زبيب الحاجات اللي انت بتحب تستخدميها ما تجيبهاش في رمضان لو هي موجودة دلوقتي وانت معاكي فلوس يعني متوفر معاكي فلوس انت تجيبها من دلوقتي هاتيها وشيليها مش هتحتاج ان انت تشتريها في رمضان الحاجات دي بتبقى هي يعني ايه عند البياعين يعني بتبقى هي اللي رصينها من قدام ان يعني الموسم بقى فهي اللي بتتباع في يعني هي اللي عليها اقبال اكتر فهتبقى غالية يعني اللي بعشرة دلوقتي هتبقى بعشرين في رمضان فاي حاجه نعملها يعني نوفر على نفسنا شويه او نشيل عبء شويه او نخفف عبء على نفسنا وعلى يعني على ازواجنا ربنا يعني ايه يكون في والله العظيم يكون في احنا كمان لان الست هي اللي بتشيل التين اكتر يعني ان يعني انت اللي بتشيل الهم اكتر ان انت عايزه بقى تفكري يعني عادي يا بنت يا جماعه ما تركزوش بس يا ماما احنا اللي بنشيل الهم اكتر كل يوم بتصحي من النوم تقعدي تفكري هتعملي غدا ايه هعمل اكل ايه وبكره هعمل اكل ايه طب هيكفي الغدا وعايزه عايزين حاجه للعشاء عايزين حاجه للفطار فاحنا اللي بنشيل هم اكتر يعني هم ابي يشيلوا هم ان هم بيدونا الفلوس بس احنا اللي بنشيل هم اكتر احنا بنقعد نفكر هنعمل ايه كل يوم فيعني ربنا يرحمنا ويعين كل واحد على حاله مهم بدات دلوقتي بعد ما عملت شبه لسان عصفور زي ما شفتوا انا بحب ان انا احط لها بصل كده ولو عندي مثلا فصين توم نص قرن فلفل اخضر بحب ان انا احطهم على لسان العصفور بيخلي طعمه حلو بس انا دلوقتي حطيت لها بس بصرية صغيره وشويه جزر مبشور كده ربع جزرية صغيره دلوقتي بقى بعمل التقليه بتاعه البسله حطيت بصلايه شوحتها كده لما لونها بقى ذهبي نزلت عليها فص توم وحطيت عليها صلصه وهسيبها بس تفك واحط لها كبشتين من الشوربه وانزل عليها بالبسله والجزر طبعا انا قلت لكم ان انا لما بعمل المحشي ما بعملش اكل جنبه بس انا كان عندي رز اليوم اللي قبلها انا ما كنتش هعمل اكل يعني بس عشان كان في حد جاي يعني هيتغدى مع جوزي يعني فانا طبعا عملت اكل جديد بس عملت البسيلة دي عشان الرز اللي كان موجود عندي من امبارح يتاكل يعني بس هحط بقى عليها الشوربه واسيبها تغلي على جنب شويه كده وبعد دلوقتي بقى هتبل الصلصه بتاعه المحشي شايفين بقى فكت بصوا لونها عامل ازاي حطيت لها بقى فلفل اسود اه معلقه كاري معلقه ملح او معلقتين ملح ومعلقه بصل بودر وثوم بودر وربع معلقه شطه ومعلقه بابريكا وكزبره ناشفه وكمون وايه كمان وربع معلقه من بهارات الفراخ ممكن تقولي البهارات كتير شويه بس المحشي بحب احط البهارات كتير شويه يعني بتنكهه وبتديله طعم بتديله طعم حلو يعني هي كل حاجه معلقه صغيره او نص معلقه مش كتير يعني وقلبت كده الصلصه وهسيبها شويه لغايه لما الرز يتصفى انا كنت غاسله الرز وال يعني كنت غاسله الرز وسايباه يتصفى عشان طبعا ما يعملش ميه في في الخلطه بتاعه المحشي وتبقى ناشفه معايا بدات كده قشرت الجزر ده وبدات ان انا اقطعه على البسله عشان احطه على الصلصه اللي انا بعملها طبعا انا ما جبتش معاكم الكرنب ولا سلقته ولا حاجه بصراحه انا خدت من الكرنب اللي انا مفرزاه المفروض الحاجات اللي انا بفرزها دي بسيبها الوقت اللي هي مش موجوده فيه او بتبقى غاليه فيه بس ما كانش عندي وقت بصراحه ان انا انزل السوق ولا لسه اسلق واقطع وكده فجبت طبق من الفريزر انا لسه ما نزلتكمش الفيديو بتاع تفريز الكرنب ان شاء الله هنزله لكم فجبت طبق من الفريزر وعملت منه يعني حطيته في ميه سخنه لما فك وعملت منه عايزه اقول لكم بقى علبه الشاي اللي انتوا شايفينها اللي قد يعني ايه مش عارفه اقول لكم قد ايه كده شايفينها انتوا قد ايه الزقرده الصغيره دي والله العظيم ما بتكملش يومين وبتخلص انا كنت بجيبها الاول كانت ب ونص غليت شويه بقت ب ونص بعد كده باربعة أربعة ونص دلوقتي والله العظيم انا جايباها بستة جنيه ونص ده ما فيهاش اصلا انا كنت بجيب الاكبر منها اللي التوم يعني دي توم دي توم يا رب ولا قد ايه والله مش عارفه وزنها قد ايه المهم ان هي اصغر حاجه اللي هي صغيره خالص دي كنت بجيب الاكبر منها شويه كانت بتسعة جنيه دلوقتي بقت مش عارفه ب 15 او بستاشر 16 جنيه يعني كل حاجه بقت الصغيره بسعر الكبيره والكبيره بقت بقد اتنين صغيرين يعني مش عارفه الاسعار دي احنا يعني هتودينا لحد فين ربنا يرحمنا المهم كده عملت لي بقى كوبايه قهوه كده قلت اظبط دماغي كده وانا شغاله عشان كنت مصدعه بصراحه بحب اعملها باللبن دايما القهوه عشان بتبقى تقيله على معدتي بالميه بس بس ما كانش عندي لبن فهعملها بالميه اعملها زي الفل عملت كده حطيت معلقه ونص من السكر وحطيت القهوه وصراحة كمان ما بحبش اشربها بوش يعني لما بتبقى القهوه بوش كده بحس ان الوش ده الطبقه بتاعه الوش دي ان هي قهوه مش مستويه كانها بتتفل في بقي كده طبعا هي مزاج عند ناس كتير ان القهوه لو ما كانتش بوش ما تتشربش بس انا بحب اخليها تغلي كده ما بعرفش اشربها بوش يعني طبعا ازواق الحاجات دي الاكل والشرب يعني المهم خلاص كده الرز كان اتصفى معايا وسايبه القهوه بتستوي على البوتاجاز على هاديه بدات كده ان انا اقلب الرز مع مع الصلصه شايفين بقى لون الصلصه عامل ازاي تحفه دي طبعا الصلصه اللي انا عاملاها معاكم ما شافش طريقه الصلصه اللي يشوفها هو اول فيديو على القناه هنا طريقه الصلصه اللي انا بعملها ولسه برضو منزلها من فيديوهين كده جبت كده الخضره وبدات ان انا اقطعها طبعا الخضره انا بغسلها قبل ما اقطعها ما بغسلهاش بعد التقطيع يعني لان لو فيها حاجه مش نظيفه مثلا او يعني هنقول حته طينه مثلا ولا حاجه وقطعتيها وبعد كده هتغسليها خلاص اللي كانت كان هيقع في الميه وانت بتغسليها قبل ما تقطع خلاص راح في التقطيع وانت مش شايفاه فهي الصح بتاع الخضره ان انت تاخديها كده تحت من الحنفيه وتفتحي عليها الميه وبايدك كده تفضلي يعني ايه تنفضيها كده وتنضفيها كويس تحت الحنفيه وبعد كده تقطعيها هنا بقى هعمل خلطه للفراخ انا عايزه اعمل الفراخ كاني بعملها بالفيجيتار كده او فراخ مقرمشة فحطيت كده كوباية او كوبايتين من الدقيق وحطيت عليهم معلقة كبيرة بصل بودرة ومعلقة صغيرة توم بودرة ومعلقة بابريكا وفلفل اسود ودلوقتي بحط نص معلقة من الكربونات او البيكنج بودر لو عندك وملح وكمان حطيت عليها معلقتين كبار من النشا ده الدقيق كله اللي انا هقلب فيه الفراخ بس هقسمه نصين هاخد شوية اللي هبدر فيهم الفراخ قبل ما انزلها في الزيت والشوية اللي سبتهم في الطبق دول هحط عليهم مية وهعملهم خلطة للفراخ خلاص هنزل عليها بالميه كده واقلبها انا عايزه القوام بتاعها يبقى شبه الكريب كده طبعا الفراخ هي الخلطه دي شبه بتاعت اللي انا بعملها الفراخ الكنتاكي بس على اخف شويه هي انا هسلقها عادي طبعا الفراخ الكنتاكي ما بيتسلقش. بتعمل وهي نيه بص القوام بتاعها عامل ازاي انا مش عايزاها اتقل من كده حطيت لها بهارات زي ما قلت لكم حطيت لها معلقه كبيره بصل بودر ومعلقه توم بودر وفلفل اسود وكاري وكمان حطيت لها نص معلقه من الكربونات عشان بس الخلطه ما تبقاش معجنه ومكتله وتقيله كده حطيت لها نص معلقه من الكربونات او لو عندك بيكنج بودر حط انا ما كانش عندي بيكنج بودر يعني وقلبت فيها الفراخ بعد ما سلقتها وسبتها فيها شويه دلوقتي بدات ان انا الف المحشي بصوا عشان متقطع وجاهز مش بياخد وقت معايا على طول بلف بصوا بقى لون الخلطه عامل ازاي تحفه السلسلة اللي انا بعملها دي والله العظيم لو جربتوها خصوصاً الطماطم بتاعة الشتاء دلوقتي بتبقى نصها أصفر كده ما بتبقاش يعني مسكرة وحمر زي بتاعة الصيف لما بتحطلها لها بنجر بيبقى لونها حلو كده زي ما انتوا شايفين خلاص كده خلصت بقى حالة المحشي كان عندي شوية صلصة في طبق كده كنت شيلهم على جنب خدتهم من الكيس يعني وشلتهم على جنب حطيتهم كده على الشوربه بتاعت اللي انا هسقي بيها المحشي طبعا الشوربه هي نزلت النص كده عشان انا عملت منها البسله وعملت منها شوربه لسان عصفور وكمان عملت سبانخ طبعا نزلت لكم السبانخ الفيديو اللي قبل ده على طول آه فالشربة فالشوربه كانت على قد المحشي بالظبط طبعا انا مظبطه الحياء بتاعها ومظبطه لها الملح وكل حاجه صفيت الشوربه كده وسقيت المحشي وهبدا ان انا اهز الحله كويس كده عشان الشوربه تنزل لتحت والمحشي كله يستوي زي بعضه بس هز الحله كويس كده بس بقى يتشرب زي ما انتم شايفين بصوا بيبقلل ازاي يعني ما بطمنش الا لما الاقي الحله كلها من الجناب والنص في كل الجنب في الحله بيغلي زي بعضه بصوا بتبقلل كلها هي من كل حته كده تضمن ان المحشي كله هيستوي بمجرد ما يقلب معايا ويبدا ان هو يتشرب بوطي عليه النار خالص شمعة واسيبه يستوي على ميله خلاص المحشي كان خلاص بيتشرب على النار دلوقتي جبت الفراخ بدات ان انا اقلبها انا كنت سايباها في الخلطه شويه اللي انا عملتها معاكم وهقلبها في الدقيق اخدها من الخلطة على الدقيق وبعد كده على مية ساعة وبعد كده هرجعها في الدقيق تاني طبعا الخطوة دي ممكن تعمليها انت لو انت مثلا عندك عزومة ومثلا يعني ايه الفراخ اللي عندك فرخة صغيرة مثلا او كمية قليلة لو انت عايزاها تبان كتير يعني بصراحة ساعات كتير احنا بنتحط في مواقف زي دي يعني مش عيب فانت ممكن تعملي ايه هتقطعي الفراخ بتاعتك يعني الصدر ده ممكن تقطعيه على تلات قطع لما هتعمليها بالخلطة دي إيه الخلطة دي بتحسي ان هي بت... بس يا ماما ان هي بتخلي حجم الفراخ اكبر طب ثواني يا جماعه اسكت بس اسكتها اسفه يا اخواتي معلش فالخلطه دي لما بتحطي الفراخ في الخلطه بتخلي يعني الفراخ لو هي قليله أو والله العظيم بت... بترمي معاك ويبقى حجمها كبير بتبقى تحس ان هم فرختين الفرخه بقت فرختين فساعات بعمل كده لما اكون ان انا عايزه الفراخ يعني تبان ان هي كتيره او كبيره يعني ما تبانش ان هي قليله فالخلطه بص يعني الدبوس الصغير اللي قد كده بيبقى قد كده طبعا احنا لما بنجيب الكوكي او ال... الفراخ اللي هي بتبقى بالخلطه جاهزه دي بتشوفوا ان هي بتبقى الفرخه من جوه قد كده صغيره يعني والخلطه مخلياها ان هي باينه كبيره فالمهم بعد ما قلبتها في الدقيق يعني من الخلطه على الدقيق ومن الدقيق على الميه وبعد كده برجعها في دقيقه نزلت يعني بيها في الزيت كده بدات ان احمرها زي ما انتم شايفين خلاص المحشي كان اتشرب معايا واستوى وطفيت عليه بصوا بس هو لسه بيطلع بخار وبقى كنت مشغله على بقيه الاكل بسخن بقى الاكل كده زي ما أنتوا شايفين طبعا الدنيا شتا والاكل بيبرد على طول يعني خلاص كده بحمر الفراخ شايفين بقى اللون عامل ازاي اقول لكم اقسم بالله كان طعمها خطير طبعا دي السبانخ الفيديو بتاع السبانخ نزل قبل الفيديو ده على طول اللي ما شافش الفيديو يروح يشوف شويه سبانخ كده عسل لما جربش السبانخ الخضراء يجربها اقسم بالله طعمها رهيب خلاص كده الفراخ بتتحمر اهي شايفين بقى القرمشه واللون عامل ازاي والله العظيم تحفه يعني الولاد كانوا هيرقصوا كده لما قلت لهم انا هعمل لكم فراخ مقرمشه طبعا الولاد كلها والاطفال كلها بتحب الفراخ اللي هي بتبقى زي كوكي او كنتاكي كده خلاص بقى كده خلصت الاكل بغرف المحشي غرفت المحشي كده زي ما انتم شايفين الفراخ اهي شايفين بقى القطعة بتبقى قد ايه والله العظيم عايزة اقول لكم الفرخة دي صغيرة يعني هي كيلو كيلو ستمية اه جرام كيلو ستمية جرام بمية جنيه مية جنيه حتة واحدة يعني قلت له عايزة فرخة صغيرة راح اداني دي وقال لي بمية جنيه يعني يا ربنا يرحمنا باتنين وستين جنيه كيلو الفراخ مش عارفة يلا المهم هنعمل ايه الحمد لله بقولكم اه بقول لكم القطع لما بتبقى صغيرة بص بتكبر ازاي لما بتتحط في الخلطة طبعا ابني بص واقف عايز احط لايك يا ماما عايز اعمل كده يا ماما انا سايبه بقى المحشي والفراخ وكله وبصوا بقى نازله في السبانخ دي انا كانت وحشاني بشكل السبانخ طبعا هي موجوده بس انا ما بعرفش اكلها واتمزج بيها كده الا بالعيش الصعيدي او العيش الشمسي العيش اللي هو اللي هنا بتاع اللي هو البلد اللي بنجيبه الفران اللي عادي ده لازم تعملي ودن قطه وما بيبقاش فيه يعني اللي هي اللبه التقيلة دي اللي تشيل معاكي اكل زي العيش الصعيدي ده تقطعي الحته وتغمسي كده تروح محمله وشايله معاك كده المهم بقى خلاص كده خلصت شايفين شكل الفراخ عامل ازاي بصوا القرمشه بقى واللون بتاعها والطعم اقسم بالله كان طعمها خطير ان شاء الله ببقى كدا بقى في فيديو كده بعمل معاكم الفراخ كنت انا بعملها بطريقه حلوه بس مجهز لها شويه حاجات كده شايفين بقى شكل الفراخ عامل ازاي بصوا القطعه بتبقى قد ايه يعني لو دبوس صغير قد كده بالحجم بتاعه بيبقى ضعف خلاص كده خلصنا الفيديو بتاعنا وان شاء الله الفيديو يعجبكم ما تنسوش بقى لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك بالله عليكي حطي لايك حطي لايك على الفيديو و... ولو لسه ما في القناه اشتركي ونوريني وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد مع الف سلامه